غيرها بشكل. شوف الحجار جالسة تطير من الكفرات. يا الله يا الله يا الله. المنطقة كيف الجمال ما شاء الله تبارك الله. احنا مرتفعين الان 1700 متر عن سطح البحر. مكان خطير. يمين هاوية ويسار هاوية وهذا زي الجسر. نذكر انه احنا في عقبة غضأ. زكريا حاضر على المسافة يا زكريا. شو المنطق كيف مكيف شغال والامور اوكي الحمد لله. هذه الصخور ذكرني بصخور بحره انها حاده وتقطع الكفرات. مكان وعر جدا جدا يا اخوان. الطلوع يعني زاويه تشوف 11 12. باقي 8 كيلو على العقبه عشان ننتهي من الطلوع هذا. 8 كيلو